السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين البنات؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم جميعا. بالنسبة للمتتبعين الجدد، تنتمنى أنكم تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وذلك بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وتفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد، وتبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء والأقارب لتعم الفائدة. بالنسبة للدرس اليوم، غادي يكون عبارة على ضريس أو ملاقية بالعقيق، تدجي رائعة كما تلاحظوا أخواتي. تنتمنى أنها تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. دابا غادي نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نحتاجو القطعة ديال الثوب اللي غادي نعملو فيها الحبكة، اللي هي عبارة على غرزة حشو زائد سلسلة، وغادي نعملو سطر تاني من غرزة حشو باش غادي نديرو جوج الأسطر عفوا. غادي نحتاجو كذلك للحرير، سواء هذا ديال الكسبة أو لا داك اللي تيكون بروم. وغادي نحتاجو للعقيق، هذا المهرس غادي ندخلوه في الحرير. إن شاء الله المرة الجاية غادي ندير لكم فيديو الطريقة كيفاش تدخلو العقيق في الحرير بكل سهولة. بالنسبة للكروشيه غادي نستخدم رقم 12، انتم استخدموا الكروشيه اللي سترتاحوا فيه. دابا غادي نبداو بسم الله. اول حاجه غادي نرتفعوا بسلسله واحده، ثم غادي نخدموا 8 ديال غرز حشو. غادي نبداو من اول غرزه، الغرزه الثانيه، ثم الغرزه الثالثه، الرابعة، الغرزة الخامسة، السادسة، السابعة، ثم الثامنة، وممكن تخدموا حتى 9 غرز حشو. لان تبقى كبدايه، يعني باقي ما بديناش الخدمه. من بعد ترتفع بسلسله فيها 10، يعني 10 سلاسل، ثم غادي نخدمو غرزة حشو، يعني غنتجاوزو الغرزة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، في الغرزة السادسة غادي نخدمو غرزة حشو. ثم غادي نخدمو 12 غرزة حشو، الغرزة الثانية، الثالثة، وتنستمرو حتى تنكملو 12 غرزة حشو. من بعد ما كملنا غرز حشو، غادي نرتفعوا بسلسلة فيها 10 سلاسل، غادي نتجاوزوا الغرزة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، في الغرزة السادسة غادي نعملوا غرزة حشو، وغادي نستمروا بنفس الطريقة حتى غادي نكملوا هذا السطر. من بعد ما كملنا أخواتي هذا السطر، ترتفع بسلسلة واحدة، ثم تنقلب العمل ديالنا، وفي أول غرزة غادي نعملو غرزة حشو، وتنستمر بغرز حشو
من بعد غادي نخدمو 7 أعمدة بلفة واحدة في هاد الفراغ. تنلفو لفة ثم تندخلو الكروشي وسط هاد الفراغ وتنسحبو الحرير، ثم تنعملو لفة وتنسحبو الحرير من هاد جوج الحلقات. من بعد تناخدو واحد العقيقة من داك العقيق اللي كنا درناه في داك الحرير وتنسحبو بهذه الطريقه، ثم تنجيو نخدمو العمود الثاني بنفس الطريقه دائما، تنسحبو من هاد جوج الحلقات ثم تناخدو عقيقه وتنديرو لفه وتنسحبو من وسط هاد جوج حلقات. وبالتالي غادي تكون هذوك العقيقات غادي يجيو في الوجه ديال الخدمه، ما يجيش من الجهه الخلفيه. تنستمروا حتى تنكملوا 7 أعمدة بلفه واحده. واللي ما بغاش يستخدم العقيق ممكن يدير غير بالحرير بوحدو حتى هي تجي الشكل ديالها زوين وانيق. كما تلاحظوا اخواتي هذا هو الشكل ديالو، تيجيو هكذا مستفين، تيجي الشكل ديالو مزوين. من بعد غادي نرتفعو بسلسلتين ثم تنخدمو 7 أعمدة بنفس الطريقه اللي خدمنا بهم هاد 7 أعمدة الاولى. دائما نعملو عمود بلفه واحده، تنسحبو من دوك الجوج الحلقات ثم تنجيبو واحد العقيقه وتنديروا لفه وتنسحبوا من الحلقتين المتبقيتين بهذه الطريقه. تنستمروا حتى تنكملوا. كيفما تلاحظوا اخواتي من بعد ما كملنا الجهه الاخرى يعني 7 أعمدة اخرى تيجي الشكل ديالها بهذا الشكل. من بعد تنعملوا غرز حشو، فوق كل غرزه حشو غادي نخدموا غرزه حشو. دائما كما تلاحظوا اخواتي يعني تتكون عندنا 12 غرزة حشو، في السطر الموالي تتولي 18 غرز حشو، وهكذا حتى تبدا التناقص، غرزة من جهة من اليمين وغرزة من جهة اليسار. كما تلاحظوا اخواتي من بعد ما كملنا هذا السطر ترتفع بسلسلة واحدة، ثم تنخدم في اول غرزة حشو، تستمر بنفس الغرز. دابا ترتفعوا ب6 سلاسل. تنجيو لهاد الفراغ اللي كنا عملنا فيه سلسلتين وغادي نخدمو عمودين بلفة واحدة.
ثم سلسلتين ثم عمودين بلفة واحدة في نفس الفراغ. من بعد غادي نخدمو 6 سلاسل، تنجيو لأول غرزة وتنخدمو غرزة حشو. تنستمروا بنفس الطريقة، نخدمو غرز حشو كما قلت لكم سابقا، بأنه توقع واحد التناقص في هذه الغرز الحشو من جهة اليمين ومن جهة اليسار، يعني تتكون 12 غرزة حشو، من بعد تتولي 10 ثم 8، من بعد 6 4 تتبقوا 2 باش تنكونوا داك المثلث. وتنستمروا بنفس الطريقة حتى تنكملوا السطر كما تلاحظوا أخواتي. من بعد غادي نرتفعوا بسلسلة واحدة وتنقلبوا العمل ديالنا. تنجيو الأول غرزة غادي نخدم فيها غرزة حشو، وباقي الغرز تما نخدم فيهم غرز حشو. ثم غادي نخدمو 8 أعمدة بلفة واحدة دائما بنفس الطريقة ديال الخدمة ديال العقيق. يعني أننا تنخدمو العمود، تنسحبو من هاد الحلقتين الأوليتين، ثم تنعملو نجيبو العقيقة وتنعملو لفة، ثم تنسحبو من الحلقتين المتبقيتين وتنستمروا بنفس الطريقة حتى تنديرو نخدمو 8 أعمدة. ترتفعوا بسلسلتين تنجيو لهذا الفراغ اللي فيه سلسلتين وتنخدمو عمودين بلفة واحدة. ثم ترتفعوا بسلسلتين وفي نفس الفراغ غادي نخدمو 2 أعمدة أو عمودين بلفة واحدة. من بعد غادي نخدمو سلسلتين تنستمرو تنخدمو 8 أعمدة بلفة واحدة بالعقيق دائما. تنستمرو حتى تنكملو 8 أعمدة. ما تلاحظوا تيجي الشكل ديالو بهاد الشكل. ثم تنجيو لغرز حشو تنخدمو غرز حشو دائما تيوقع داك التناقص باش تنحصلو على داك المثلث من بغرز حشو. تنستمروا بنفس الطريقة حتى تنكملوا السطر بأكمله. كما تلاحظوا هذا هو الشكل ديالو من الجهة الخلفية، وهذا هو الشكل ديالو من الجهة الأمامية، يعني من الوجه ديال الثوب. تنرتفعوا بسلسلة واحدة من بعد ما قلبنا العمل ديالنا وتنخدموا غرز حشو. فوق كل غرزة حشو غادي نخدموا غرزة حشو. من بعد غادي نرتفعوا ب7 سلاسل ثم تنخدموا عمودين بلفة واحدة وسط هذا الفراغ الأول اللي كنا ديجا خدمنا فيه سلسلتين في السطر يعني اللي عملنا قبل. ثم ترتفع بسلسلتين
وتنجيو لهاد الفراغ وتنخدمو عمودين بلفة واحدة. ثم تنخدمو سلسلتين وفي نفس الفراغ غادي نخدمو عمودين بلفة واحدة. ترتفعوا بسلسلتين وتنخدمو عمودين بلفة واحدة في وسط هذا الفراغ. اللي كنا خدمنا فيه سلسلتين ثم ترتفع بسبع سلاسل من بعد تنخدمو غرزة حشو في أول غرزة وتستمر بغرز حشو فوق كل غرزة غادي نخدمو غرزة حشو. ثم ترتفع بسبع سلاسل وتستمر بنفس الطريقة حتى تكملوا هذا السطر. كما تلاحظوا أخواتي هذا هو الشكل ديالو. من بعد ترتفع بسلسلة واحدة تنقلبوا العمل ديالنا وتنبداو نعمرو هاد الفراغ بالأعمدة. يعني غادي نخدمو 8 ديال الأعمدة أو 9 أعمدة على حساب اختيار. أنا هنا خدمت 9 أعمدة بلفة واحدة. دائما تنعملوا لفه ثم تنسحبوا الحرير من وسط هذا الفراغ ثم تنعملوا لفه وتنسحبوا الحرير من وسط هاد الحلقتين ثم تنجيبوا واحد العقيقه وتنعملوا لفه وتنسحبوا الحرير وسط هاد الحلقتين المتبقيتين وتستمروا بنفس الطريقه حتى تنكملوا 9 اعمده بلفه واحده بالعقيقه بطبيعه الحال. ثم تنخدموا 3 سلاسل من بعد تنخدمو غرزة بيكو. تنجيو الفراغ هاد الفراغ الموالي اللي كنا خدمنا فيه سلسلتين وتنخدمو عمودين بلفة واحدة. ثم ترتفع بثلاث سلاسل تنخدمو غرزة بيكو. من بعد غادي نخدمو عمودين بلفة واحدة في وسط هذا الفراغ الموالي. ثم ترتفع بثلاث سلاسل ثم غادي نخدمو غرزة بيكو. وفي نفس الفراغ غادي نخدمو عمودين بلفة واحدة
ثم غادي نرتفعوا بثلاث سلاسل ونخدموا غرزات بيكو. تنزيل الفراغ الموالي وتنخدمه عمودين بلفة واحدة. ثم غرزات بيكو. من بعد غادي نخدمو أعمدة، يعني 9 أعمدة بلفة واحدة في وسط هذا الفراغ، غادي نخدمو بالعقيق بطبيعة الحال بحال الجهة اللي عملنا من قبل. غادي نستمروا بنفس الطريقة حتى غادي نكملوا هذه الجهة. بعد ما كملنا هذه الجهة بالأعمدة غادي نعملوا غرزة حشو فوق هذه الغرزة، غرزة حشو اللي كنا ديجا خدمنا. تنحصلوا على هذا الشكل، يعني غير من الجهة الخلفية. وبنفس الطريقة غادي نستمروا لباقي الضريسات. كما تلاحظوا أخواتي تنخدموا 9 أعمدة بلفة واحدة، ثم عمودين بلفة واحدة وفوقهم غرزة بيكو، وبنفس الطريقة تنستمروا حتى غادي نكملوا الضريسات كاملين. وهذا هو الشكل النهائي أخواتي، تجي الشكل ديالو رائع وأنيق، وممكن تخدموه بالعقيق وممكن تخدموه بالعقيق، يعني غير بالحري تيجي الشكل ديالو زوين. وتنتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم، وإلا عجبكم ما تنساوش اللايك للفيديو والتعليقات ديالكم، يعني اللي عنده أي اقتراح أو أي تساؤل أو استفسار أنا راه الإشارة. وإلى عمل مقبل بإذن الله.